مرحبا بكم في هذه الحلقة. هذه هي الحلقة الخامسة تتبعا لمسيرة الأستاذ إبراهيم منعم منصور. في حلقات ماضيات كنا ناقشنا هذه السيرة. هذه السيرة ليست سيرة ذاتية بالمعنى الدقيق للكلمة، أي الميلاد والعمل والأسرة وكذا، لا، هذه سيرة تختلط فيها سيرة الوطن. أستاذ إبراهيم قدم لهذا السودان أكثر من 50 عام من العطاء في مواقع عديدة داخل الأجهزة التنفيذية وخارجها. لذلك تتبع هذه السيرة يعني فيما يعني أننا نتبع الذاكرة السودانية سياسة واقتصادا واجتماعا. أستاذ إبراهيم مرحب بك. مرحب بكم، شكرا. الحلقة الماضية توقفنا عند الرأسمالية الوطنية ودورها في الاقتصاد السوداني. أول حاجة، ما هي الرأسمالية الوطنية؟ اللقب عرف في مايو. ايوه، قبل كان نتكلم عن التجار السودانيين، رجال الاعمال السودانيين وكذا، وظهر في مايو كان الرأسمالية الوطنية غير المرتبطة بالاستعمار. التجار السودانيين كانوا منتشرين في كل بقاع البلد، رأس مال متواضع في اغلبه، وبيشتغلوا في التجارة اساسا. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية أو في أثناء، بدأت بوادر العمل في القطاع الزراعي. نعم. وبدأت في جزيرة أبا وأنير الأبيض، وأقطع بعض التجار السودانيين مساحات زراعية لمشاريع محسوبة بطرمبات ذات سعة معروفة ومحسوبة بمياه النيل المخصصة للسودان في الاتفاقية 29. وبعدها انتشرت المشاريع الزراعية ومشت لحد النيل الأزرق، والكلام ده كله في الأربعينيات. في الوقت ده كان في بعض الرجال الأعمال السودانيين أو التجار في بعض المناطق عندهم محاولات بتاعة عمل تجاري صناعي. منطقة النيل الأبيض بالذات الدويم كانت غنية ولا تزال بالخضروات والألبان. ظهرت صناعة الجبنة. نعم. وظهرت صناعة الصلصة. وظهرت صناعة الزيوت. الزيوت بمصانع، قبل الزيوت منتشرة في كل السودان بالعصارة اللي بجرها الجمل. تقليدية دي. تقليدية دي. ويقال إنه زيت أحسن زيت في. طبعا مستمر حتى الآن. لليلة فيه. لحد فيه. لغاية الآن موجود. أيوة. في جنب الرغيف ظهرت صناعة جبنة في منطقة سيبو حراز، ولا تزال بالجبنة المضفرة. أيوة. ودي يعني اشتهر بها السودان، لا تزال مصر ما بتعرف الجبنة المضفرة. غريبة، أنا مستغرب الحكاية. عنده كم صف من الجبنة لكنه ما عنده جبنة مضفرة. الزراعة نمت بتمويل من بنك باركليز وبعض الشركات التجارية الإنجليزية. طيب. ما كان في قانون تشجيع الاستثمار الزراعي، الاستثمار الزراعي كان المطري قايم لوحده، وده كان الشجع هو السعر المجزي للقطن اللي صاحب حروب الغرب أمريكا وفرنسا في آسيا، واستمرت الحكاية دي وظهرت معاه صناعة المحالج لحلج القطن وعصر الزيوت من بدل السمسم والفول من بذرة القطن. الرأسمالية كانت يعني شغلها متواضع جدا وماشي بقانون في الزراعة أشبه أو فعلا هو نفس النسب الزراعية بين المزارع والشركة الزراعية في حكومة السودان طبقت في المشاريع الزراعية. نفس نموذج مشروع الجزيرة. نفس النموذج في ما يختص بالنسب بتاع توزيع الأراضي والمياه، لا توزيع الحسابات النهائية. أيوة، الأرباح. أرباح ما بين المزارع والممول أو التاجر صاحب الرخصة زي ما يسموه كده.
كانت بتسهم يعني في الاقتصاد السوداني بنسب، كانت يعني عملت رواج كبير جدا. طيب. وخلقت راس مال كويس جدا للمنطقه دي، المنطقه النيليه. للاسف للاسف لم تمتد الى المناطق المرويه المطريه. ايوه. الا في حدود منطقه القضارف. ايوه. القضارف اشتهرت بانها منطقه غنيه بسهوله وتربتها الكويسه لزراعه الذره. طيب. وبدات فيها يعني بدري حتى قبل المشاريع الزراعيه النيليه زراعة اسمها الحريق. يستقطع كل مزارع مساحة وبدل ما يستطيع أن ينظف الحشائش اللي فيها يقوم يحرق الأرض، يحرق الأرض ويستفيد من الرماد في السماء. أيوة. وبعد ذاك وجد أن هذه الزراعة تدي مردود أو تدي أرباح وإنتاج محدود بالنسبة لحاجة البلد. ظهرت الزراعة الآلية، دخلوا التراكتر بيدوا المزارع 1000 فدان. ده الاستعمار؟ ها؟ ده الإنجليز يعني؟ لا، قبل أيام الإنجليز وبعدها. وبعد الإنجليز يمكن. الإنجليز بدوها في الحريق. أيوة. وبعدها. طيب. يعني كان رائد التوزيع والشخص اللي خلق كمية كبيرة جدا من المشاريع الزراعية ورعاها لحد ما بقت يعني ثروه للبلد. مرحوم مرغني محجوب. مرغني محجوب. الاشكال انه هذا الكلام كله ظهر في المنطقه الشماليه. نعم. المنطقه الغربيه المعتمده على الامطار ما حصل فيها هذا التطور ابدا، وما كانت تحتاج لمجهود كبير يعني ما عدا الصمو اللي هو الناس شغالة فيه بالطرق التقليدية. نعم. وجيبوا الأسواق، كان أكبر سوق النهود ثم الأبيض، ثم انقلبت الحكاية بقت الأبيض في النهود، لكن بين الاثنين 80% من السمع السودان بتكلم عنه بين السوقين ديل. طيب. دي كانت ده يعني ده المشهد كامل للرأسمالية كيف نشأت وهي كيف أهم يعني أعمالها. بعد ذلك فيها أنها تدخلت معها رأسمالية أجنبية. أنا قبل رأسمالية الأجنبية لازم أسأل من أمر مهم. يعني إحنا بنقرب سيرتنا في السيرة السياسية والاجتماعية السودانية حول الطائفية، والكلام حول أنه الاستعمار كان بشكل أو بآخر بيقدم يعني أموال لبعض الطوائف بحيث أنها يعني تعظم من وجود الاقتصادي وبالتالي تصبح قوة هي نفسها. لو في عنوان ثنائي الاقتصاد والطائفية يقول شنو؟ الطائفية هي طائفتين أساساً. طيب. اللي دخلوا في السياسة، وفي طائفة الشريف يوسف الهندي ما كانت طائفة كبيرة وكذا، لكن ما دخل فيها إلا الحسين الشريف فيما بعد. أيوة. لكن الإمام عبد الرحمن بعد ما ترك جزيرة الفيل وكان فيها في كنف أهل نقد الله جمعت الجزيرة الأب اللي نشأت فيها المهدية وطلب أنه يدوه أراضي يزرعها. طيب. أدوه أراضي واستعان ببعض الأنصار، قطعوا الخشب وعملوا وبدأ الزراعة متواضعة. بعدين لما ظهرت قيمة القطن العالمية في بعد الحربين في آسيا استقطع أراضي، بعض منها ملك لها. طيب. وبعض منها حكر بفترة محدودة للرخصة لفترة 15 سنة كان الرخصة. السيد علي المرغني أخذ حاجة بسيطة في النيل الأزرق. مشروع كبير جدا، لكن كان أكبر مشروع أو المشروع الأول في الإنتاج في السودان في القطن كان مشروع سيد علي المرغني. مشروع سيد علي المرغني. أيوه. وكان تركيز دائرة المرغني على الشمالية. نعم. الشمالية مناطق النفوذ بتاعتها. أيوه. مناطق النفوذ الطائفي وكذا. وأما الأموال اللي بتكلم عنها دي أنا سمعت بها، بعرف أنه الإمام عبد الرحمن الله يرحمه طلب مساعدة من بريطانيا لأنه مصر ساعدت الاتحاديين في السياسة. طيب. وحسب ما أعلم أنه قال له إحنا ما عندنا نظام بتاع دفع
اموال بوليتيكال ماني سياسية. اذا عايز تشتغل بالانتاج الزراعي يتجه لبنك باركليز يمولك. طيب بنك باركليز موله زيه زي اي شخص عميل. واتضح فيما بعد لما جت مصادرة دائرة المهدي انه دائرة المهدي كانت مديونة ومرهونة وهكذا. يعني المال السياسي او هنا الان يعني في علاقة مباشرة ما بين السياسة والاقتصاد، طرف بيدعم طرف وطرف اخر، يعني المصريين بيدعموا الاتحاديين لانهم عندهم في النهاية موضوع الوحدة مع مصر. والانجليز بيدعموا السيد عبد الرحمن لانه برضه عندهم قضية السودان السوداني. عندهم مش السيد عبد الرحمن بلاه، كانوا بيدعموا كل المشاريع الزراعية عن طريق بنك باركليز كان بيمولها. لا لا ما هو السيد عبد الرحمن اكيد هو مش زي بقية العملاء. ما هو ممكن يا استاذ ابراهيم يكون زي بقية العملاء في بنك باركليز، هو في النهاية عنده وضعيته لانه برضه بشكل زي يمكن تعرفوه انتم، لكن انا بعرفه انه بنك باركليز لما في النهاية حصلت الممتلكات والشركات المديونة وكده وجد أغلب المشاريع مديونة أو مرهونة لبنك باركليز. يعني يا أستاذ إبراهيم الإنجليز كانوا الفرق كان في المساحة. لا أنا دار سؤالي، هل الإنجليز كان بيدعم السيد عبد الرحمن فقط لأنه هو من يعني زيه زي بقية العملاء والناس عايزين يشتغلوا في الزراعة؟ أنا بعرفه أنه ما كان في أموال سياسية دفعت للسيد عبد الرحمن حسب علمي. طيب في أموال سياسية دفعت السيد علي؟ السيد علي ما دفعت له أموال سياسية لأنه كان معتمد على أنصاره أو أحبابه في الشمالية. اشتراكاته. السيد عبد الرحمن ذاته كان معتمد على الزكوات كانت بتجيه من المناطق المطرية في كردفان ودارفور. يعني كانوا بيعتبروا أنه السيد عبد الرحمن هو الإمام اللي يقدر عن طريقه هم يوزعوا الزكوات يوزع الزكوات للمساكين. وكان بتجي قوافل شايله زكوات من كردفان ودارفور للإمام عبد الرحمن، يمكن ما تكون بالحجم الكبير لكنها كانت كافية. يعني يا أستاذ إبراهيم الطائفية السودانية عملت كل أمواله دي ووضع الاقتصاد اللي هو كان مميز عن بقية السودانيين بس باشتراكات الأحباب والأنصار، ولا في النهاية المصريين والإنجليز دعموا؟ أنا بقول الإمام عبد الرحمن أو دائرة المهدي كانت معتمدة على تمويل من البنوك باركليز العثماني أساسا بتسهيلات إنجليزية. تسهيلات إنجليزية؟ لا هي مش تسهيلات إنجليزية، بنكية من بنوك إنجليزية. أنا عرفت أنه لما جيت في المالية وكانت تأممت المشاريع الزراعية تحت دائرة المهدي، والمشاريع الزراعية كلها في الحقيقة طيب دائرة المهدي كانت مديونة ومرهونة. طيب هاي. الطائفية إذا دعموها بالطريقة العادية اللي أنت قلتها دي يعني من بنك باركليز وكده، طيب هل كان عندها هي نفسها أي مساهمة في التنمية الاقتصادية في السودان؟ الطائفية حسب ما أعلم ما كان عندهم دور اقتصادي خارج نطاق الدائرة بتاعتهم. أيوة. وخارج نطاق الزراعة اللي هم شغالين فيها. عملوا محالج وما بعرف هل دائرة المرغني عملت مصانع في شمالية لأي سلعة، ما عندي فكرة. ده ما عملوا. لكن دائرة المهدي كانت متطورة مع زراعة القطن، عملوا محالج وعملوا معصر أظن في كوستي والحي الزيدية. طيب. وكانوا يشاركوا بعض رجال الأعمال السودانيين. لكن الحجم بتاع الزراعة الأقطعت لدائرة المهدي ما الحجم الطبيعي اللي بيدوه لي أيوة. وليك أيوة ما هي من هنا بدل أيوة. في امتياز يعني لا في امتياز في امتياز وسببه سياسي طبعا. والله أساسا أيام ذيك السياسة ما برزت لأنه بعد ذاك ظهرت السياسة. هم كانوا بيدعموا السيد عبد الرحمن عشان يبعدوه من أي عمل سياسي معادي. لا يعني دكتور حسن عبدين في كتابه تاريخ الحركة الوطنية تحدث على أنه الاستعمار في الحرب العالمية الأولى لما نخاف من أنه السودان بعد باب العالي يعني ينضم يعني يؤيد الأتراك في حربهم، فقام طلب من السيد عبد الرحمن أنه يتحرك ترفع عنه القيد يعني ويتحرك يقول لهم أنه والله الحرب دي ما ضد الإسلام، الحرب ضد الأتراك. ففي توظيف سياسي. لا دي طبعا دي سياسة كانت الحرب العالمية الأولى مش السيد عبد الرحمن براوة، عدد كبير من رجال الدين
في السودان أو كلهم في الحقيقة مشوا في سفر الولاء زي ما سموه. أيوة أيوة. هاي. سنة 19. لا مشوا أدوا ولاءهم للحكومة البريطانية وكذا. النتيجة الوصلنا لها الآن كان الاقتصاد كان الطائفتين الرئيسيتين ما عندهم إسهام في الاقتصاد السودان. لا عندهم إسهام زراعة مرخ. لا ما بقصد يعني أنا في النهاية أنت قلت الزراعة ذاتها كانت القصة دي بتمشي لهم هم ذاته عشان يطوروا بها وجودهم الاجتماعي يعني. لا في السودان. كان في الناس اللي عايشين على الزراعة في المشاريع دي. عدد لا يستهان به. ما بنوا ولا مصنع؟ لا مصانع لا. طيب. دي المصانع دي كانت فكرة أنا جاي كده ظهرت بعد الاستقلال. بعد الاستقلال. بعد الاستقلال. الرأسمالية الوطنية الثانية يعني بيوت معروفة. أيوة. أبو ليلى عبد المنعم. مصطفى الأمين. الشيخ مصطفى الأمين. الشيخ مصطفى الأمين ظهر مؤخراً في الزيوت وكذا. أيوة. يعني ظهر مؤخراً ما بدري زي الجماعة ذي وكذا. فكانوا شغالين تجارة وبعدين تطور تجارتهم إلى مصانع زيوت أساساً كانت الحاجة المتاحة لهم أو المعروفة بالنسبة لهم تطوير العصارات بعرفوها وبعدين زي ما قلت ناس عبد المنعم بالذات هم اللي عملوا مصانع للصلصة والصابون في الدويم عبد المنعم محمد ولا عبد المنعم محمد آل عبد المنعم آل عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد الله يرحمه ما كان عنده ذرية أسرته من بعده استمروا في أخوه أولاد أخوه وكده وكده عمل وقف لكن في حياته بدأ هذا العمل في الدنيا اللي هم إذن عبد المنعم ده الخرطون ثلاثة ده والرجل ده من أصول فارسية مش عبد المنعم محمد من أصول فارسية ولا من أصول تاريخية يعني يعني جذوره غير سودانية مش كده هاي دي اللي إيراني أبو العيلة من أصول مصرية لما أبو العيلة عبد المنعم محمد من أصول غير سودانية أنا بعرف هم الاثنين من أصول غير سودانية أي الاثنين أبو العيلة أصول مصرية النقطة اللي أنت ما أثرتها واللي كان بدور حولها همس وبعدين تأكد فيما بعد أنه أصحاب المشاريع المفروض يدوا المزارعين 40% من الأرباح طيب وأنها ما كانت بتمشي للمزارعين بالكامل هاي دي نقطة ظهرت فيما بعد لما حصل انهيار في الزراعة الآلية والبنك الزراعي تولى أمر التمويل وظهر فيما بعد لما حصل إلغاء رخص المشاريع الزراعية المروية الكلام ده يعني طبعا كان داير لكن ما في حد يقدر يؤكد أنه كانوا بياخذوا 40% ولا 39 ولا 25 لكن قطعا كان أقل من النسبة الموضوع متفق عليه يعني. انت قبل شوي كنت بتتكلم عن رأس المال الأجنبي طيب هو سؤال الاستعمار قبل الحكومة الوطنية السودان ده ما كان جاذب لأي رأس مال غربي يعني أو استثمارات أجنبية لاستثمار في أي مجال من المجالات لأنه نسمع أنه كان في بنوك غربية يعني باركليز وغيره شنو تاني وجود الرأس مال الأجنبي في السودان كان بيشتغل شنو الأجانب عموما في السودان باركليز السودان عشان الحكومة يعني أيوة. ما جاء لأنه في استثمار في السودان وكذا أيوة. جاء لأنه في حكومة لها وجود بريطاني ولازم يكون في بنك وكذا طيب جاء بعده بنك اسمه العثماني اللي هو أساسا تركي إنجليزي كذا تغير اسمه فيما بعد إلى اسم ثاني طيب وبعدين جاء المهم جاء بنوك بعد ذاك البنوك اللي كانت في بدايتها يعني بتقنع الناس أنه يحطوا قروشهم فيها وأنها حاجة آمنة وبتحاول تسلفها للتجار هم ذاتهم يشتغلوا بها لما ظهرت المشاريع الزراعية في الأربعينات بدأت بقى عندها شغل كبير جدا وبعدين ظهرت شركات إنجليزية على رأسها واحد اسمها راي إيفنز دي كانت تستلف من باركليز وتستلف أصحاب المشاريع والهامش بين الاثنين بالنسبة لها مربح جدا وكان بتراقب الانتاج الزراعي وبتراقب فيما بعد حلجه وتصنيفه درجة أولى وكذا وثانية وكذا وبيعه فالبنوك ما كان عندها دور في التنمية زي ما بنتكلم دلوقتي أيوة. إطلاقا ما كان عندها بعدين في حاجة أقول لك البنوك الإنجليزية بالذات نعم على غير عكس البنوك الألمانية فيما بعد بنك مصر في مصر ما كانوا يخشوا في غير التجارة يعني ما يخشوا في عملية بتاعة تصنيع أو عمل تنموي يزيد من سنة
إلى 20 سنة كرنت ماشي، كانوا يشتغلوا في تجارة، بس دي نظرية بتاعت البنوك الإنجليزية لحد النهاردة اللي هي ذات عائد سريع يعني. هاي هم يقول لك البنك تجاري. هاي بنك تجاري عادي. بنك تجاري عادي. طيب أنا هطلع فاصل بعد إذنك أستاذ إبراهيم ونجي، أنت ذكرت عبارة مصر، هذا حي السؤال بعد الفاصل. طيب رأس المال المصري هل أسهم برضه في أو وجد فرص للعمل في السودان؟ بعد هذا الفاصل نواصل هذا الحوار في هذه الحلقة الخامسة تتبعا لمسيرة الأستاذ إبراهيم منعم منصور، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في هذا التتبع، هذه هي الحلقة الخامسة مع الأستاذ إبراهيم منعم منصور. أستاذ إبراهيم مرحبا بك. مرحبا بك مرة أخرى. عرفنا الإنجليز كان شغله مشاغل بنوك تجارية تعمل يعني ذات عائد سريع، يعني مش تعمل مشروع تنموي كبير. طيب رأس المال المصري، مصر ما دخلت في السودان برأس مال عشان تنمية إلا قريب لفترة الاستقلال. طيب. عملوا حاجة اسمها شركة الشرق الأوسط للزراعة والحاجة زي دي، وبعدها بعد الاستقلال جبنك مصر دخل في السودان. الشركة دي كانت همها وحسب تصديق وضعها في السودان كانت تشتغل في زراعة السكر، ودخلوا في قصبة قصبة السكر. قصبة السكر ايوه. طيب لعمل عسل، وعملوا عسل فعلا كويس جدا ومشى وكذا. انا بتخيل يعني ده يمكن ما يكون صحيح، لكنه المصريين كانوا قصدوا انه يوقفوا اي عملية لزراعة قصبة السكر في السودان. دي المصريين؟ اي ولا يزالوا المصريين بيفتكروا انه قصبة السكر طيب محصول يمتص مياه اكثر من اللازم. نعم. على عكس البنجر. بنك البنجر في السودان ما زال بنجر، محاولين كانوا يعملوا في شركة النيل الأبيض. بالله مخاوفهم على مياه النيل خلتهم يعني يمنعوا زراعة القصب أو يشتغلوا أكثر في منع زراعة القصب في السودان. فالسودان كانوا عملوا زراعة القصب طيب. وكانوا شغالين في العسل من قصب السكر، وشركة الشرق الأوسط اشتغلت في السودان دي وحصلت نفسها في هذا المجال. طيب. حاولوا يخشوا في تمويل بعض المشاريع الزراعية زي شركات الإنجليزية دخلت وما كانت على نطاق واسع. طيب ده الوضع بتاع المصريين. المصري. حينما خرج الاستعمار من السودان، ما هو النموذج الاقتصادي الذي كان يفكر فيه النخبة التي تولت السلطة في 1-1-56؟ كانوا يفكروا شنو النظرية الاقتصادية؟ كانوا مطمئنين على أنه الانتاج الزراعي أيوة. ماشي في المناطق المروية طيب. بانتظام. تمام. وماشي في منطقة الجداري بالذات تأمن الغذاء السوداني كويس. طيب. كان في مطامير بسعة كبيرة جدا، مطمور أكبر من قاعدتنا دي، وبيكبوا فيها العيش والفايض من التسويق، وأي وقت في أي مديرية تحصل أي فجوة غذائية دلوقتي أيوة. تسعف من الجداري. الحكومة طلعت كتابين في مارس 56. نعم. سياسة الحكومة نحو الصناعة وقانون، الكتاب الثاني قانون تشجيع الانتاج الصناعي. الحكومة قالت هي لا تدخل في الصناعة، تترك الصناعة للقطاع الخاص وتقدم له كل التسهيلات الممكنة تخليه ينمو. طيب. القانون مدي سلطات لمدير وزارة التجارة والصناعة والتموين فيما يختص بتخفيض سلع الضرائب الجمركية، فيما يختص بالضرائب أرباح الأعمال، وفيما يختص بفئات النقل إذا دعا الحال وأسبقيات النقل إذا دعا الحال، لأن النقل كان أساسا مرتبط على سكة حديد. فالحكومة كانت يعني جالسة مطمئنة يعني كده، مطمئنة أن الأوضاع تسير كما هي، ما وضعت أي نظرية اقتصادية تدير بها البلد. لا لا أصلاً. ما كان في نظريه، ما كان مفكر اصلا في الامر ده. انا ما بقول حاسس في عقولهم، لكن لا بقصد يعني عمل الوقائع يعني تثبت الوقائع يعني. قدامك ما كان في ايديولوجيه، ما في لا راسماليه ولا اشتراكيه ولا لا مختلطه لا ابدا. كان في تشجيع للقطاع للرجال الاعمال انه يخشوا القطاع الصناعي، وان الحكومه ملتزمه الا تدخل القطاع الصناعي منافسه له. وده تصرف صحيح يعني. لما انت تتولى سد الدولة لأول مرة بعد أكثر من 50 عام استعمار بدون ما تكون مجهز نفسك بنظرية اقتصادية وتقول أنا مطمئن. والله شوف، انت بتحكم دلوقتي بمعايير الليلة بمعايير يعني
حتى دلوقتي في الحكومة الحالية ما موجودة. يعني دلوقتي أنا اتصل بي واحد قبل كم واحد مناسب يدخل في الموضوع ده قلت له كنت أتخيل لما الناس كانوا يتكلموا تسقط بس تكون في حكومة ظل. حكومة ظل. تكون في حكومة ظل. تسير تسير الدولة. أيوة. أيوة. أول ما قالوا استلم. خلاص. المجلس العسكري قاعد 7 يوم ويقول لهم يا أخوانا تعالوا. ورونا. متذكر الحكاية دي؟ طبعًا طبعًا متذكرها. عثمان مرغني قاعد أسبوعين إعلان مطلوب واحد يقدم يبقى رئيس وزراء السودان ذكر نعم طبعاً لم يتقدم أحد من الناس اللي بتقدر الحمدوك دلوقتي لو قالوا تعال في الوقت ده يستلم رئيس وزراء ما بيجي فمعايير الحكومية الناس في وقت معين مختلفة من كان الناس في زمنهم كانوا يفتكروا أنه التدخل الحكومة في العمل الاقتصادي ما من مصلحة البلد. أنا ما دار تدخل. أنا سألت أنه أنت أستاذنا أستاذ إبراهيم أعلم مننا بأنه آباء الاستقلال في أي دولة من الدول اللي كانت مستعمرة كان هناك منظرين اقتصاديين واجتماعيين وفلاسفة بيفتكروا أن هذا هي الصورة في وعينا على ما ينبغي أن تكون عليه الدولة. لكن لما نيجي زول يتصدى لعملية التحرير بتاع البلد وبدون نظرية اقتصادية ده ما معايير اليوم ده أمر منطقي. أنت بتتخيل أنه كان في طبقة بتاعت مثقفين واقتصاديين ما الخريجين ده شنو؟ الخريجين اللي الخريجين كانوا أي زول كمل الكتاب ال4 سنين الأولى طيب فما فوق يقبل في مؤتمر خريجين شايف؟ الخريجين اللي نتكلم عنهم أغلبهم زي ما قلت لك كانوا معلمين في وزارة المعارف أغلبهم طيب وأغلب معلمين رياضيات وعلوم لم يعطى الفرصة أي واحد فيه الفرصة عشان يخش في العلوم الاجتماعية ولم يعطوا التدريب الكافي أيوة. وكانوا يحاربوا لما يعرف عن أي واحد منه أنه عنده علاقات مع المصدر الوحيد اللي يجيب له الثقافة هي مصر مصر أيوة. فالظروف بتاعتهم كانت مختلفة جدا يعني لدرجة لأنك أنت لما نقلوا إسماعيل الأسدي رئيس المؤتمر وسكرتير المؤتمر أمين زيدان كمدرسين رياضيات لحنتوب ما في زول ينفعل غيرهم الاثنين يعني حنتوب مش حنتوب ولا أسهري الله يرحمه قال لنا حنتوب قلت له مش حنتوب من زيدان مشى يعني انت عايز تدافع عنهم تقول كان قدراته مش مدافع عايز تقول قدراتهم كانت اقل قدراته بالرغم من كده كانوا عملوا عمل سياسي كبير العمل السياسي ده لم تصحبه نظرية اقتصادية أنا. أيوة. يعني لم تصحب نظرية اقتصادية. نظرية اقتصادية بالمعنى المفهوم لنا دلوقتي زمان في الاشتراكيات صحيح. ظهرت في أوروبا الشرقية وفي الاتحاد السوفيتي وكذا مصر ما كان فيها هذا التفكير إطلاقا يعني بنك مصر ما كان عنده نظرية اقتصادية معروفة غير أنه أخذ النظام الألماني في البنوك الألمان كانوا يفتكروا أن البنوك لا تقتصر على التمويل التجاري إنما تخش التمويل الصناعي والعقاري والتنموي وأنه بقدر شوية من الحسابات بتلقى أن عندك فايض من الأموال في أي لحظة يلبي حاجة المودعين طيب. عشان كده أنا ما بقول يعني أنا فهمت وجهة نظرك هم بقولوا أنه إحنا الحكومة ما عندها دلوقتي معرفة بالقطاع الصناعي قسم الصناعة في وزارة التجارة كان فيه كم زول تفتكر نفرين حاليا طبعا لغاية اللحظة الراهنة يعني في حكومة الاستقلال في 1956 لم تمهي لها الأحداث السياسية أكثر من 6 شهور يعني ثم جاءت حكومة السيدين التي سلمت السلطة إلى حكومة عبود سنة 58 لحظة اللحظات دي قريبة جدا يعني 56 وحكموا من بعد شهر 6 مش كده يعني بعد ثلاثة شهر ثلاثة ثم جاء بعد كده الانقلاب العسكري في 58 أنا عايز أشوف الانعكاس أو انعكاس الأحداث السياسية على اقتصاد السودان شوف حكومة عبود لما جاءت لم يكن عندها أيديولوجية خاصة طيب يعني عبود الله يرحمه زي ما ظهر فيما بعد طلب منه أن يسلم السلطة يعني زي يعني قاعد يعني انت ممكن تكون قاعد في قناه 24 ينادوك يقول لك تعال استلم السلطه هو قاعد في الجيش مهم حراسه الحدود وحراسه ايه تعال ابقى حاكم طيب يتردد وقبل في الاخر كامر من رئيس الوزراء حكومه عبود الحكومه اللي بدت كسرت
الحاجز بتاع عدم دخول الحكومة في القطاع الصناعي. دخلت في القطاع الصناعي بدون أيديولوجية، أسست مصنع سكر الجنيد، وسكر تعليب كريمة دلوقتي عرفت أنه حيعملوا كاتشب وصلصة وحياة زي دي. تعليب الفاكهة ولا شنو؟ تعليب الفاكهة في كريمة؟ أيوة أيوة. ومصنع ألبان في بابانوسة. تمام. وثانيا عملت من المشاريع التنموية اللي غير صناعية لكنها تنموية مهمة جدا، عملت ما مشكلة أبحاث أبو نعامة زراعة، ومعمل ومركز أبحاث البيطرة في سوبة، و يعني عملت أشياء. كسر الحاجز ده كان في مصلحة الاقتصاد السوداني أنه الدولة دخلت في الصناعة؟ والله أنا أفتكر أنه في الصناعة الكبيرة أيوة زي السكر سكر أيوة. كان في مصلحة البلد. تمام. لكن هم ماذا دخلوا في حاجات تانية صغيرة. ما من العادة أنه القطاع العام يكون عنده فيها خبرة سيئة. يعني شهدنا نهضة اقتصادية في عبود؟ اي شهيد النهضه الاقتصاديه قطعا شهيد من النهضه الاقتصاديه بدون ايديولوجيا بدون ايديولوجيه يمكن تكون الايديولوجيه اللي قالها انت تكلمت عن المثقفين وكذا. المثقفين الكبار اللي كانوا احمد خير اللي هو وابو رنات وابو رنات ابو رنات كان بعيد عن السياسه العلنيه لكن احمد خير وضع كان اول زول طالب ب عدم تجديد رخصة الشركة الزراعية في مشروع الجزيرة. عدم تجديدها. عدم تجديدها. الناس قالوا تأميم لكن هي ما تأميم. هي رخصة بتنتهي بنظام البوط بعد 25 سنة قابل للتجديد. فقالت حملة كبيرة جدا هو وبعض الشيوعيين أنه ما يجددوا فعلا ما جددوا. يفترض كانت تنتهي في 65 كان يفترض تنتهي في الستينات. لا الرخصة. كان لا انتهت فعلا. هي انتهت فعليا. انتهت فعليا. بس ما تجدد لهم. قال ما جددوا لهم. قبلها بسنة وكذا طيب. بدأ الحراك ده وما جد له. أحمد خير كان عنده نظرة في الحياد الإيجابي ما بين المعسكرين أيوة الشرقي والغربي أي. فكندي دعا عبود لزيارة أمريكا أمريكا أحمد خير كان رأيه أنه ما نمشي أمريكا إلا إيدنا مليانة تمام. فدعوا الرئيس بريزنيف من الاتحاد السوفيتي وجاء وقدموا له كمية مشاريع كلها وافق على قيامه تمام. على رأسها مشروع الصوامع اللي كان بيحفر مطامير كبيرة دي قالوا بتضيع 20% في النهاية من المحصول من ناحية الأرض ومن ناحية الأفار ومن ناحية الآفات ومن ناحية عدم وجود نظام يحفظ الحبوب من التعفن وكذا. فقدم مشروع كان أكبر مشروع فعلا مشروع الصوامع دي بر السودان في القضارف وبعدين المشاريع المختلفة مشروع أبو نعامة مشروع هنا بالله. في الفترة الوجيزة دي بتاعت حكومة عبود نشأت مشاريع كبرى في السودان هاي. وانت بتعزو ده لغياب الأيديولوجيا. ما كان في ايديولوجيه. ما كان في ايديولوجيه من الادوات اللي بنعرفها احنا. ربما احمد خير في راسه في ايديولوجيه احنا مديتها ممكن تكون ايديولوجيه بالمناسبه. عدم وجود ايديولوجيه ذاته عدم وجود ايديولوجيه في حد ذاته ايديولوجيه يعني. يعني انا اتكلم معك ده كنت المسؤول عن تنفيذ عمليه الاستيراد للمعدات الزراعيه والمعدات النقل في وزاره التجاره والصناعه والتموين. وكانت زي ما تقول طعم بسيط يعني لطيف جدا ما فيه اي شروط اطلاقا. قالوا بس انت تستورد من كل انحاء الدنيا طيب ما عدا دول الكتله السوفيتيه طيب. وفي الكتله السوفيتيه ممكن تستورد من بولندا انا بولندا لا انا للناس المعاي ما كانوا مودينا اي اعتبار الى ان ظهر فيما بعد كانت اكثر دول المعسكر الشيوعي فيها كنيسه كاثوليكيه متزمتة جدا وكانت باستمرار في صراع مع الحكم الشيوعي في بولندا. وأخيرا أول حاجة انكسر في المنظومة الاشتراكية السوفيتية كان في بولندا. بولندا وأول بابا جابوه من خارج كان بولندي الرومانيين وكذا بولندي طيب.
أنا هطلع فاصل بعد إذنك أستاذ إبراهيم، ثم نعود لنواصل هذا الحوار. بعد هذا الفاصل نواصل النقاش في هذه الحلقة الخامسة من هذه السلسلة مع الأستاذ إبراهيم المنصور، كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى، زلنا في هذه الحلقة، هذه هي الحلقة الخامسة في هذه السيرة وهذه السلسلة مع الأستاذ إبراهيم المنصور. أستاذ إبراهيم مرحبا بك مرة أخرى. في كلمات، هل كان التخوف السياسي من المعونة الأمريكية مبررا؟ أيوة. كم مبرر؟ لأنه الأمريكان، يعني أنا لما بدأت أنفذ في هذا المشروع طلع في حاجة اسمها Regulation One، دي نظم الاستيراد والتعليم والشنو كده. طيب. في مكتوب أنه هذه Regulation One صدرت تحت قانون الأمن المتبادل. كل المعونة الأمريكية في العالم استخبارات صادرة تحت قانون الأمن المتبادل. وسألت أنا مدير المعونة الأمريكية هنا زي جيسو سيركيتشن، قال لي أيوة، وقال لي كلام أنا أفتكر لحد الوقت هو الكلام الصح. قال ما في دولة بتدي معونة لدولة دون أن يكون عندها منفعة. أكيد بطبيعة الحال، وحقه أنتو تفهموا كده. وأنا لحد الوقت اللي يقول لي جاء شركة أجنبية عايزة تتصل بلد، يقول لهم شركة أجنبية عندها مصلحة. عندها مصلحة، جاء مشنو؟ شوفوا مصلحتها وين؟ مصلحتنا وين؟ أدوها قدر مصلحتها. صحيح. عشان ما تتصل. ومصلحتنا إحنا وين؟ مصلحتنا وين؟ خسرنا من مش حقنا وين؟ مصلحتنا طبعا. خسرنا من عدم تنفيذ المعونة؟ لا، هي تنفذت. لكنه ما جاءت بعدها معونة اقتصادية. أيوة، أقصد اقتصادية ما تم تنفيذ حاجة. ما تم تنفيذ، يعني ما تم شينا لتنفيذ باقية تم البلود. تنفيذ الاستيراد والمعدات الزراعية حصلت الموسم، حتى المعدات النقل حصلت الموسم النقل وكل شيء. حتى فضل مبلغ ما بعرف مئات من الدولارات طلب دير المعونة أنه عملوها لحاجة إنسانية. أنا قلت لها نعمل بها نشتري بها امبلمنتس زراعية وكذا، قال لي لا ما بتكفي. ودوها لمكيفات في مستشفى الدايات في مدرمان. يعني طبعا دي كانت مكيفات ذات كلمة بالنسبة لنا الوقت ذاك طبعا، يعني المهم. لكنه قدموا فيما بعد معونة أمريكية مش مباشرة في التعليم. يعني يكون في يعني منح وفرص للتعليم في أمريكا. منح، يعني وزارة الزراعة السودانية يمكن أكثر وزارة منها ناس في كل مدرسة الزراعة. تمام. وبعدين في كل المصالح والوزارات السودانية قدموا منح. بعدين افتكروا حاجة تحت الماتيور ستودنت، يقول لك ما شرط أنت تكون تميت 4 سنين في الثانوي عشان تخش الجامعة. إذا أنت تميت 2 سنين كان في مدرسة التجارة الثانوية. أيوة. مثل شمبات مع شمبات وكذا، إذا أخذت في سنين في العمل أهلتك أنك تكون ناضج ممكن تقبل في الجامعة. مش في جماعة فعلا درسوا هذه اللحظة. المعونة الأمريكية يعني استمرت لفترة، لكن كانت محاربة حرب شديدة جدا من كل اليسار ومن القوميين العرب في طبعا. الوقت اللي في مصر المعونة الأمريكية كانت ماشية من أحسن ما يمكن في القطاع الزراعي. يعني بالله في مصر كانوا قابلين المعونة الأمريكية وناسنا دي الملكيين أكثر من الملك. أيه. كانوا رافضين بأنهم أيه. طيب، فترة عبود تقييم الأستاذ إبراهيم ونعم منصور كانت فترة شهدت ازدهارا اقتصاديا كبيرا في السودان، ده تقديرك قولا واحد. بعد حصل دكتور في 64 اتغيرت السلطة، قعدنا من 64 لغاية ما مايو فتشتك يعني في 69. أنا عاوز تقييم الوضع الاقتصادي. صحيح عارف الموضوع محتاج كلام كثير، لكن إيه تقديرك للاقتصاد السوداني في فترة حكم الأحزاب من 64 حتى 69؟ شوف، أنا كنت يعني ما شغال، كنت في الحكومة في الفترة دي، لكن بعدم شغلة في الحكومة بتعرف أكثر ما تكون محصور في وزارة واحدة. طيب، لم أسمع ببرنامج اقتصادي قدمته الحكومة. كيف يخبر رأي الشريف حسين لبند العطالة؟ نعم، برنامج الشريف حسين لبند العطالة ده ما برنامج اقتصادي. ده برنامج شنو؟ ده برنامج بتاع صرف أموال. الشريف حسين الله يرحمه، الاتحاديين وبعض المثقفين ما بردوا فيه الكلام، لكن احنا كنا في السوق. طيب، كنا في القطاع الصناعي، كنا نأمل عندنا منافسة شرسة في قطاع النسيج من مصر.
نشتري كيلو الكهرباء بنشتري احنا بخمسة قروش في مصر بتعريفة خمسة مليم قيام السد العالي. كنا بنأمل كثير جدا انه قيام كهرباء من سنار خزان سنار تيجي المنطقة الصناعية في السودان وتخلق يعني ثورة كبيرة في النهضة الصناعية في مصانع قامت زي ما قلت لك انت في حلقة سابعة انه السيد حماد توفيق الله يرحمه لما كان وزير التجارة والصناعة كان كل يوم سبت يضع حي الأساس لمصنع يا يزور مصنع يا افتتح مصنع تمام. فقامت نهجة مصنع قزاز كيماويات مش اي حال تلقاه في الكتاب لو دائره. فما جاتنا الكهرباء من السنار عرفنا انها شريف حسين سياسيا اضاء بها بعض مناطق الجزيره فاضاءت الجزيره كلها ولو وصلت المنطقه الصناعيه في بحري لا الكهرباء جايه من خزان سياسه اقتصاديه عشان نجلي النقطه دي الكهرباء جايه من خزان سنار كان يفترض تمشي المنطقه الصناعيه ده المفروض ده المفروض والسيد المرحوم الشريف حسين هندي كان وزير الماليه عمل شنو؟ شاد الكهرباء من المنطقه الصناعيه وداها وين؟ ما وصل المنطقه الصناعيه ما وصلها اصلا ما وصلها وداها وين؟ من سنار توزعت في الجزيره ليه؟ لاسباب سياسيه لانه ده ثقل انتخابي للاتحاديين ثقل اتحادي كبير اتحادي وبعدين في ثقل حزب امه كبير برضه في الجزيره هو عايز يحاربه بعدين الشريف حسين انت بتتكلم عن في حاجات احنا نعتبرها سياسات اقتصاديه قدرنا نعتبر انها قرارات منه هو لانه ما اقرتها الحكومه ذاتها. كان عفى ديون المزارعين ودي اكثر حاجه يمكن اثرت في مشروع الجزيره فيما بعد وكان الشعار يعيش حسين الباع في الدين يعيش حسين الباع في الدين وكذا يعيش حسين الباع في الدين حسين الباع في الدين اي طيب المشروع المفروض ياخذ تمويل من بنك السودان والتمويل بتضمنه لجنه مشروع الجزيره اللي هي البورد تمام ويقوم بالعمليات الزراعية كلها طيب. في عمليات على المزارعين وفي ديون على المزارعين طيب. والمفروض في نهاية كل موسم المزارع عنده حساب يسدد حسابات المزارعين للبورد وتسدد في بنك السودان وتبدأ موسم جديد إذا قلت لك الموسم الزرع في 8 بيبدأ عملية من 4 شهر 4 سماد وحريت أو كده فالشريف حسين عفى بعض الديون عفى بعض الديون برضه الاسباب سياسيه؟ الاسباب سياسيه اسباب سياسيه ما في دور يدير ولا شيء اسباب اقتصاديه ما في اسباب اقتصادي. اقتصادي يخلي الناس تزرع وما تدفع تكاليف زراعتها ده طبعا ده بطبيعه الحال صحيح اذا كان في حاجه في مال مال شو اسمه يا رب بتاع المزارعين ده كان بيستقطع من المزارعين جزء منه يمشي للخدمات الاجتماعيه وجزء منه يمشي لتسويه او موازنه الاسعار. طيب لما الاسعار تهبط المزارع المفروض ما دخله ما ينقص. يعني ضمان يعني ضمان ايوه ده كان موجود في مشروع طيب. من زمان الانجليز. طيب فما كان في اي سبب انه تعفى الديون. الحاجه الثالثه اللي هي تذكرتها باب العطاله اللي هي يعني كانت قبل بند العطالة في نقاش كثير احنا امام اقتصاد سياسي او مش يعني بقصد تحكم السياسة في الاقتصاد في ظل غياب النظرية يعني ما في اي نظرية اقتصادية في الوقت ده ولا كان في اي معارضة لمثل هذه الاجراءات لا كان في معارضة المعارضة جاءت اساسا في البداية من لما الشريف حسين لغى دي حاجة مهمة جدا لغى ما رخص زراعية لما جدد رخص المشاريع الزراعية ولغى رخص المشاريع المستمرة لسه ما انتهت كان عشان نضع كل المزارعين وأصحاب الرخص في مستوى واحد رخصهم اتلغت دي بجمعية الزراعية؟ سموها الإصلاح الزراعي الإصلاح الزراعي سموها الإصلاح الزراعي دي عرض السيد الصادق وكان معارضته قوية جدا منطقية وده إجراء سياسي برضه؟ ده كان فعل سياسي برضه ما اقتصادي. السياسي ده انا عرفته يعني بعد كم بعد سقوط حكومه الاحزاب وقيام مايو بسنتين كنت في ماموريه في السعوديه وجاء الشريف حسين الله يرحمه وقابل رئيس الوفد
اللي أنا كنت عضو فيه كان معه في الحزب وانتقده، قال لي أنا عملت القصة دي عشان أكسر حزب الأمة، أنتوا تبنيتوها مالكم مال الإصلاح الزراعي، مالكم ماله، أنا عملت الإصلاح الزراعي عمل الإصلاح الزراعي عشان يكسر حزب الأمة. سحبت الرخص أبيات الجديدة اليوم وسحبت الرخص من باقية المشاريع وقلت أعمل جمعيات تعاونية، وصديق المادي لما قلت أعمل جمعيات تعاونية إيجاري عليهم ورحب بالجمعية التعاونية لكن انتقد الحكاية دي. بعدين يعني أنا حضطر لأنه دي نقطة مهمة إنه الحلقة مهمة دي جداً. لا أنا حرحل النقاش في فترة تولي الشريف حسين الهندي وزارة المالية للحلقة السادسة لو سمحت لي. لكن هنا في نقطة بس أقولها سريعا، قولها ولا مش الحلقة السادسة، أنه أمين علي التوم والد الوزير الحالي بتاع الصحة أكرم استقال. كان وزير ما في الإصلاح الزراعي، وجد أنه ما في إصلاح زراعي، دي إلغاء رخص لأسباب سياسية. لأسباب سياسية. شكرا سيد إبراهيم على الحلقة. شكرا جزيلا. شكرا كل الشكر لك عزيزي المشاهد. كانت هذه الحلقة الخامسة في هذه السلسلة الممتدة مع أستاذ إبراهيم ونعيم منصور. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نواصل النقاش حول الاقتصاد والسياسة والاجتماع في السودان، وسؤالنا المركزي في هذه السلسلة هو ظاهرتنا الاقتصادية، أين ومتى وكيف، وهل أيضا يمكن أن نبني هذه الظاهرة لنصنع اقتصادا سودانيا بعد أن نقرأ تاريخ هذه الاقتصادية. في الختام تحياتي والفريق العامل، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.